السلام عليكم. عدسة تمام صح؟ سلسلة جديدة بمسمى قصتين غامضة، ممكن تكون بشكل أسبوعي أو أسبوعين. القصص هذه راح تكون قصص واقعية. لما نبدأ لايك واشتراك خلنا نبلش. في قضية في الأيام اللي راحت ممكن كثير ما كان منتبه لها، قضية كانت في أمريكا. القضية هذه لحد الآن مستعصية ما حصلوا لها أي حل. في الأربع طلاب كانوا يا جماعة الخير يدرسون في جامعة، الجامعة هذه موجودة في أمريكا. أبغاك تعيش معي، أربع طلاب يعيشون في جامعة في أمريكا، مكونة من ثلاث بنات وولد، واحدة اسمها كايلي بعمر 21، والثانية اسمها ماديسون برضو بعمر 21، والثالثة اسمها زانا بعمر 20 سنة، والولد بعمر 20 سنة اسمه إيثان، يعني أربع طلاب في جامعة في أمريكا. طبعاً يا جماعة الخير مثل ما أنتم عارفين أمريكا دولة كبيرة، ممكن أن تجي من الشرق أو من الغرب أو من أي مكان. تعرفوا على بعض الأربع طلاب هذول وقرروا يسكنون مع بعض، واستأجروا لهم منزل من ثلاث أدوار. كان هذا المنزل في مدينة موسكو، مو موسكو الروسية، لا موسكو الأمريكية. طبعا المدينة هذه معروف أنها هادية لأبعد درجة، هادية المدينة مرة 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 مرة، يعني كأنك عايش في قرية موجودة هنا داخل السعودية. المدينة هذه من 2015 ما سجلت أي جريمة موجودة في هذيك المنطقة، يعني مدينة آمنة برضو ما فيها جرائم من 2015 ما يقارب 8 سنوات. الآن فهمتوا المعطيات، ولكن الآن بدت القصة يا جماعة الخير. في يوم 12 نوفمبر 2022، أيوة قبل فترة، البنت اللي اسمها كايلي في 12 نوفمبر قررت انها تنزل بوست، والبوست هذا فيه صورة لها ومع الجروب حقينهم الأربعة، وقالت انا محظوظة اني محاطة بهذولي الأشخاص، ولكن هذه الصورة مع اثنين مو معروفين. اخذت البوست ونزلتها وكتبت الكلام هذا. المهم بعد مرور 24 ساعة الصورة هذه ماتوا منها أربع أشخاص، كانت كايلي واحدة منهم. ما أن المدينة ما قد مر عليها أي خبر جريمة لمدة 7 سنوات، من 2015 إلى 2022 أو دخلنا 23، 7 سنوات ما سجلت ولا جريمة قتل في هذه المدينة. طلعت الحكومة والشرطة يتكلمون أن 7 سنوات ما صارت أي جريمة، وماتوا في يوم واحد 4 أشخاص. فانتبهوا، ترى فيه قاتل متسلسل داخل هذه المدينة. هذا توقع هو الهدوء ما قبل العاصفة. أسلوب القتل اللي استخدم القاتل ما راح أقوله، ولكن أنتوا فهموه. الموية تسيل من تحت البيبان، الموية تسيل من تحت البيبان. تخيلوا أنهم ما حصلوا ولا دليل في هذاك المكان، ولا دليل، يعني ما ترك آلة حادة، ما ترك مسدس، ما ترك أي شيء. بعد التحريات وأشياء كثيرة حصلوا كايلي وماديسون وأنا وبرضو الولد اللي معهم. المهم بعد التحقيق يا جماعة الخير حصلوا أن كايلي وماديسون وأنا والولد اللي معهم أنهم أصدقاء منذ الطفولة، يعني الصورة فيها 6 أشخاص وماتوا 4 وباقي 2. كان الولد بعلاقة مع البنت اللي اسمها زانا، كان معروف عند الناس أن البيت هذا بس يسكنونه 4 أشخاص. بعد التحريات طلعت كذا بنتين برضو زيادة عايشين في هذا البيت، ما أبغى ألخبطكم بالأسماء، ولكن بيثان وفانكي. وكايلي كانت منزلة صورتهم برضو في نفس البيت، البنتين هذول الزيادة. طيب الحين نبدأ نحقق في القضية. البيت مقسم 3 أقسام، كايلي وماديسون كانوا في الدور الفوق، البنتين هذولي. الدور الثاني كان اللي يحبون بعض، زانا وإيثان. يا سلام. الدور الأرضي هو للبنتين الباقيين اللي هم ليبيثان وديلان، وهذول البنتين عايشين برضو موجودين في الدور الأرضي. أيوة هنا بدت تشتغل حرارة القصة. بديهيا راح يحققون مع الناس اللي موجودين تحت في البيت، وجابوهم غرفة التحقيق وقالوا لهم هل سمعتوا أصوات في لحظة الجريمة هذه؟ طم الكبرى أنهم قالوا لا، ما في أي صوت طلع في ذاك اليوم، كانت الليلة هادية وباردة وعادية. وقالوا حنا أول ما صحينا من النوم وشفنا المنظر الفظيع هذا انغمى علينا وتعبنا وصرنا في حالة أكيد مرحلة قتل، فأكيد أنهم راح يكونون في حالة نفسية سيئة. بعدها اتصلنا على أصدقاء واتصلنا على الشرطة عشان يجون، واللي زاد الموضوع حدة وقوة يا جماعة الخير، في كلب عند الباب معروف عند الكلب أي شخص يمر مو متعود عليه راح على طول ينابح، راح يعرفون في شخص غريب مر لم البيت. متخيلين ذاك اليوم الكلب ما ون ولا طن ولا سوى أي شيء. وزيادة على كذا يا جماعة الخير البيت مؤمن بأرقام سرية، يعني كل غرفة لها رقم سري، يعني من المستحيل إن في شخص عشوائي راح يدخل هذا البيت. هنا ارتفع قوة القاتل، عشان كذا حذروا في قاتل متسلسل في هذاك المكان. طبعا الناس اللي موجودين في هذيك المنطقة كلهم اتهموا الناس اللي موجودين تحت، كانوا يمرون مع الشوارع ويعيرونهم أو يتكلمون عليهم يا قتلة يا قتلة يا قتلة. ولكن جاء صاحب البيت قال نعم صحيح، ترى اللي يسكن تحت ما يسمع أي صوت موجود في الدور الثاني والثالث. بعد يوم أو يومين انتشر الخبر وكل ماله ينتشر في الأماكن اللي جنبهم. صاروا الشباب في السوشيال ميديا الموجودين عندهم يصورون المكان ويغطونه ويحققون، يعني ذيك الفترة كانت فترة اضطرابية في ذاك المكان. طبعا 7 سنوات بدون أي جريمة قتل ترى هذا إنجاز، عشان كذا الظاهرة عندهم غريبة وأثارت جميع وسائل الإعلام الموجودين في ذاك المكان. طيب لو نرجع فلاش باك
قبل القصة بيوم. كان اليوم اللي قبله يا جماعة خير اللي هو إجازة نهاية الأسبوع اللي هو الويكند، شيء معتاد أنهم يطلعون يتمشون في ذاك الوقت. ولكن في ذاك الوقت كان كل اثنين يطلعون مع بعض، كالي وماديسون مع بعض، وزانا وإيثان مع بعض، والناجين الاثنين الموجودين تحت برضو طالعين مع بعض. وهذولي كلهم رجعوا يا جماعة الخير للبيت من الساعة 1 إلى الساعة 2 الليل، يعني من الساعة 1 كل واحد ممكن يجي هذا ممكن يجي هذا ممكن يجي هذا، ولكن 2 كلهم متواجدين في البيت. يعني الجريمة هذه صارت بعد الساعة 2. طبعا هناك المحققين بدوا يشتغلون وقاعدين يبحثون في هذا الموضوع، قرروا يبحثون بكاميرات المراقبة، ما حصلوا أي شيء داخل كاميرات المراقبة. ولكن من محاسن الصدف في واحد فاتح بث في تويتش حق طبخ، في البث ذاك طلعوا كايلي وماديسون بالكاميرا حقت البث نفسه، تخيلوا كانوا مارين لمشارع وهذاك فاتح بث وصورهم. فالآن هنا صدق أكدوا موقفهم ومكانهم بالضبط. من هذا التسجيل في البث المباشر بدت القصة يا جماعة الخير. المهم كايلي وصديقاتها طلبوا من ذاك المطعم أكيد 100%، ولكن في لحظة تسجيل الفيديو لاحظوا الشيء الغريب هذا، شوفوا في شخص طلع خلف البنتين كأنه قاعد يراقبهم، كان يتحرك معهم بنفس الاتجاه. بعد ما طلبوا أخذوا تاكسي وقررهم يرجعون لبيتهم. قام هذا الشخص وأشر عليهم والحقه هو خويه. من هنا بدأت تتفكك القضية، كانت هذه اللقطة هي نقطة الوصل اللي راح تكشف القاتل. المهم سواق التاكسي نزل البنتين الساعة 2 عند البيت، من الساعة 2 للساعة 3 صارت أمور مرة كثيرة. المهم طبعا كلهم على ما يبدو أنهم نايمين إلا كايلي وصديقتها. طبعا الشرطة حصلت أن كايلي متصل على حبيبها السابق ما يقارب 5 مرات، شافته ما رد خذت جوال صديقتها اللي معها ودقت برضو على كايلي تبغاه يرد غصب. كان هذا الاتصال في الساعة 2:54 قبل الفجر بشوي. بعد هذه الاتصالات صارت الجريمة، شفتوا كايلي اللي كانت متصلة على خويها جاك هذا اللي يدق عليه وما رد، بعدين راحت خذت جوال صديقتها ودقت. البنت هذه أكثر بنت انضربت لين ماتت، هي أكثر واحدة حرفيا. المهم في بنت يا جماعة الخير من اللي معهم هذه الأربعة اللي ماتوا حصلوا فيها يا جماعة الخير أنها قاعدة تقاوم القاتل، حصلوا فيه جروح من الآلات الحادة. المهم هنا راح يعرفون الحمض النووي من وين جاء، ولكن يحتاج وقت كثير. قامت الشرطة وما قصرت جابت جاك، قال تعال يا جاك خلنا نحقق معاك ونعرف وش عندك. ولكن بعد ما قعدوا مع جاك وتأكدوا منه أسقطوا عنه التهمة. حصلوا أن كايلي البنت هذه كانت رافعة بلاغ في الشرطة إن لها شهرين في شخص قاعد يلاحقها. قامت الشرطة وتأكدت من الكاميرات وحددت مكانه. بعد التحقيق صار الشخص هذا شخص مجنون وفاقد عقله، برضو أسقطوا عنه التهمة. مين القاتل لحد الآن؟ قررت الشرطة ترجع للسجلات البلاغات على هذا البيت أو المنطقة اللي هم حولها. حصلوا بلاغ الشرطة قبل شهرين نفس هذا البيت إن فيه إزعاج داخل البيت هذا. طبعا تعرفون الشرطة الأمريكية دائما تحط كام على صدرها في لحظة التصوير، لاحظوا أن الأشخاص اللي كانوا موجودين في البيت قبل شهرين مختلفين اختلاف تام عن الضحايا. عرفت الشرطة ذاك المكان كل فترة ممكن يجونا ناس كثيرين، ممكن يتبدلون كل فترة، أتوقع أنه كان ممكن أجار أسبوعي أو أجار شهري. قامت الشرطة وقالت أتوقع أن الجريمة من الساعة 3 إلى الساعة 6 الصبح. صاروا يحققون في الحي والجيران الموجودين يقولون هل شفتوا شيء؟ هل انتبهتوا لأي حدث موجود ذاك المكان؟ طلع لهم واحد من الجيران قال الساعة 8 الصبح الباب الخلفي لهذا المنزل كان مفتوح، يعني المجرم نحاش من الباب الخلفي. والبلاغ جاي الساعة 12 أو 11:58، كان البلاغ من الناس الموجودين في البيت تحت. هنا طلع الضابط قال يا جماعة الخير اجمعوا لي كل العساكر والناس الموجودين في هذاك المكان وكانوا مستلمين، قال علموني وش الأشياء اللي صارت والأحداث من الساعة 3 إلى الساعة 6 الصبح، وش الأشياء اللي صارت. من الصدف العجيبة يقولون أن الشرطة في ذاك المكان حصلوا ناس كانوا يتجولون وكانوا سكرانين، كان هذا الساعة 3 الفجر. قاموا شغلوا الكاميرات يا جماعة الخير، حصلت الشرطة سيارة موجودة في وقت الحادثة ولكن في الصبح ما هي موجودة من كاميرات بيت الجيران. السيارة هذه الانترا بيضة موديل 2012. قامت الشرطة قالت عطونا إفادة بهذه السيارة، هذه السيارة المين. وشيء برضو الثالث يا جماعة الخير، لحظة الشرطة ما وقفوا السكارة هذولي صادت الكاميرات ان في شخص قاعدين يهربون او مجموعة اشخاص قاعدين يهربون من وراء الشرطة، ممكن المجرم يكون بينهم. ولكن يا جماعة الخير وش اللي صدق دهور الشرطة في ذاك المكان؟ اللي هو حنكة القاتل، حنكة فظيعة يا جماعة الخير، يعني يقتل بدون أدلة وينحاش ولا يخلي لك أي دليل، تصير أنت كذا ضايع واحد ينحاش قطنات تتهم أي شخص حولك. ولكن في تاريخ 31/12 الشرطة صدمت الجميع، الشرطة قبضت على شخص بعمر 28 سنة هو المشتبه الرئيسي الوحيد، صار طالب في العدالة الجنائية برضو في علم الجرائم ومدرس مساعد في جامعة واشنطن اللي تبعد عن المدينة ما يقارب 15 دقيقة. قامت الشرطة وحققت معاه، ما اعترف بأي شيء، قال أنا مالي دخل واحتفظ معلومات هذه لنفسي. ولكن الناس كلها تقول لا مو هو القاتل لأنه هو دكتور موجود في الجامعة. أقسم بالله العظيم أعقد جريمة قد قريتها وسردتها، لحد الآن القصة ما خلصت، ننتظر وش يتكلمون ويقولون عنه الشرطة الأمريكية. إلى هنا ما في أي معلومات، فننتظر المعلومات تجي وراح نتكلم مباشرة.